السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن الكورونا فيروس اللي بيعمل كومون كولد. الأول كانت أعراضه خفيفة خالص، شوية كومون كولد زي أعراض الرينو فيروس، عبارة عن سور ثروت، راني نوز، بعض الأعراض الخفيفة خالص اللي هي ما تعملش أي مشكلة بالنسبة للإنسان. لكن ظهر منه بعض الاسترين او بعض الفاريانت من الكورونا فيروس بتقدر تعمل حاجه اسمها سارس، اللي هو سادن اكيوت ريسبيراتوري سيندروم، اللي هو فجاه تلاقي الراجل حصل له ريسبيراتوري كولابس، الرئه بتاعته متدمره ومش قادر ياخد نفسه، الاكسجين بتاعه قليل خالص، اقل من المعدل الطبيعي بكتير، وبالتالي بيؤدي الى موت في الاخر. بيؤدي الى اختناق وموت يعني. فالمحاضرة دي مهمة جدا، لازم نحفظها بمعنى الكلمة، لازم نحفظها، خصوصا جزء الفاكسينات التطعيمات مهم جدا ولازم يجي فيه أسئلة كتير. نبدأ كده نشوف الكورونا فيروس ده بينتمي لعيلة من الـ RNA viruses. RNA viruses تمام، ويعتبر من أكبر العينات اللي عائلات الـ RNA، Largest Positive Strand RNA Viruses. تمام؟ طبعاً الإنفكشن بتاع الكورونا فيروس بتكون عبارة عن بيعمل إنفكشن للهيومن وإنفكشن للأنيمال، وغالباً بيبدأ من الأنيمال زي ما أنتم عارفين القصة بتاعت الخفافيش أو أكل النحل، النمل الحرشوفي، حيوان صغير كده. الأول بيحصل إنفكشن بالكورونا فيروس للحيوانات دي البسيطة دي، أو بيقولوا عليها العائل الوسيط، وبعدين العائل الوسيط ده بيتنقل منه الفيروس للإنسان. ودايما الحاجات دي بتحصل في ساوث إيست آسيا، يعني جنوب شرق آسيا، عشان البلاد دي مفيش أي بارير بين الأنيمالز وبين الهيومن. يعني الهيومن هناك في الصين ممكن ياكلوا أي حاجة، تعابين، خفافيش، آكل النمل الحرشوفي، اي حاجة يعني. فبالتالي مفيش بارير، مفيش حاجز بين الانيمالز والهيومن، فبالتالي بيحصل الانفكشن دايما في جنوب شرق اسيا. طيب طبعا الكورونا فيروس بيصيب الايه، بيصيب الريسبيراتوري تراكت، وممكن يعمل انتريك ديزيز، يعني ممكن يبدا يعمل زي ايه، دايريا، فوميتنج، ابدومينال بين، حاجات زي كده. بس الأعراض بتكون خفيفة، معظم الاسترينز بتاعت الكورونا فيروس بتكون خفيفة خالص يعني. طيب زي ما قلت يعني ان معظم 1/3 of the common colds are because of corona virus. تمام. طيب الكورونا فيروس عبارة عن enveloped non-segmented positive strand single-stranded RNA، زي ما احنا قلنا السايز بتاعه كبير جدا. كورونا ليه سموه كورونا؟ عشان بيبقى عليه حاجات زي الكراون كده، زي التاج، تمام، اسمها السبايك بروتين. هوريكم انا الشكل دلوقتي ان شاء الله وهتعرفوا ليه سموه كورونا فيروس، عشان الكورونا من التاج يعني. الكورونا فيروس عباره عن انفلوب، الانفلوب بتاعه عليه زي السبايك بروتين ده، شبه التاج، عشان كده سموه كورونا فيروس، اللي هو اللي جلايكوبروتين سبايك، جلايكوبروتين اللي هو بنديله الرمز اس. تمام. في حاجه برضو في اسمها نيوكليوكابسيد، تمام، دي بنديلها الرمز ان، وفي هيم اجلوتينين استريز بنديلها الرمز اتش. كوف كو او في اس دي معناها كورونا فيروسز، كورونا فيروسز. ده الشكل بقى بتاع الكورونا فيروس. شكل الكورونا فيروس عبارة عن ايه؟ انفلوب دي فيروس، الانفلوب بتاعه بيكون فيه السبايك بروتين زي ما انتم شايفين كده، اللي بيقول عليه الكراون او بيقول عليه كورونا يعني، عشان كده هو شبه التاج يعني، شبه التاج كده من بره، لما تشوفوا على الانفلوب تحس ان هو شبه التاج، عشان كده بيقولوا عليه كورونا فيروس. الممبرين، في ممبرين برضو ام، النيوكليوكابسيد بنديله رمز ام ان، الانفلوب طبعا ايه، وفي الجينوميك ار ان اي جوه هنا، يبقى جينوميك ار ان اي ونيوكليوكابسيد وانفلوب ذا فيروس. الانفلوب فيه السبايك بروتين او البروتين الشوكي اللي هو مسؤول عن
الاتاتشمنت للخلية للسل سواء كانت انيمال او هيومن سيل من اللي في الريسبيراتوري تراك، وبالتالي يعمل ايه؟ يدخل الفيروس جوه الخلية. ده مهم جدا. طيب في بقى لو انا عايز اعمل علاج بقى، عايز اعمل علاج للكورونا فيروس، اعمل ايه؟ اتارجت السبايك بروتين ده، امنع الاتاتشمنت بتاع السبايك بروتين للسيل سيل سيرفيس ريسبتور، تمام؟ ف وبالتالي امنع الاتاتشمنت، وبالتالي امنع دخول الفيروس وما يعملش اي انفكشن خالص. طيب طبعا زي ما انا قلت ان معظم الكورونا فيروس ما كانتش بتعمل اي امراض مميته خالص، تمام؟ الا لما حصل بقى ايه في سنه 2003 جه بدا يحصل الصدق السيفير اكيوت ريسبيراتوري سيندروم اللي هي السارس في 2003، عملت انفكشن لتقريبا حوالي 8000 واحد حوالين العالم، في اوروبا وامريكا الشماليه والجنوبيه وطبعا اسيا في الصين، وموت بعض الناس، بعض الهندردز يعني ميات، يعني 200 300 واحد 400 500 واحد مش اكتر من كده، تمام؟ فما كانش خطير زي الكورونا فيروس او الفاريانت بتاعت الكورونا فيروس اللي موجوده الايام دي. لكن في العادي لو حد عنده طور برد بيبقى غالبا كورونا فيروس يعني، تمام؟ والكورونا فيروس زي ما انتم عارفين ممكن تعمل ريسبيراتوري وانتريك ديزيز، تمام؟ قلنا احنا ايه السيمتومز بتاعتها زي الرينو فيروس بالظبط، راني نوز، سور ثروت، كاف، هيديك، فيفر او تشيلز، يعني بعض الرعشات كده. الانكوبيشن بيريود بتاعته بتكون 3 ايام، وبعد كده بتبدا تظهر الاعراض اللي احنا قلناها دي تقريبا اسبوع اسبوعين، وبيبدا يخف تاني، بيبدا يخف البيشنت تاني من غير ما ياخد اي حاجه. طيب بالدايجنوزس، يعني معظم عائله الكورونا فيروس هي ما بنعملهاش دايجنوزس لان هي سيلف ليميتنج، جهاز المناعه بيقدر يتعامل معاها. دور برد عادي، شويه تكسير، شويه راني نوز، سور ثروت، الحاجات دي، وبيجي يومين ثلاثه اسبوع ماكسيمم، وبعد كده بيبقى سيلف ليميتد. ومفيش اي انتي فايرال دراج لعلاج معظم الكورونا فيروس دي، لكن انا باخد حاجات عشان تعمل ايه، تقلل السيمتومز. يعني لو حد عنده اتشنج في الاي بديله حاجه عشان تعمل كونجيشن للاي او اطرى، مثلا حد عنده سور ثروت اديله دي كونجستنت، حد عنده رانو نوز برضو نفس الفكره، حد عنده فيفر، ان انا بعالج السيمتومز بتاعه الكورونا فيروس، لكن مفيش انتي فايرال. نيجي بقى على حاجة مهمة جدا اللي هي وهان سترين، اللي هو الكوفيد 19 كورونا فيرال، كورونا فيروس ديزيز داش 19 دي انديكيتس ذا يير اوف ايزوليشن اوف ذيس فيروس، تمام؟ او سارس كورونا فيروس 2 سادن اكيوت ريسبيراتوري سندروم كورونا فيروس 2. طبعا في سارس كورونا فيروس 1 اللي هو حصل سنة 2003 وحكت لكم القصة بتاعتها، بس ما كانش طبعا بخطورة السارس كورونا فيروس 2 أو الكوفيد 19. طبعا ووهان دي المدينة اللي تم فيها اكتشاف الكوفيد 19 أو السارس كورونا فيروس 2 في السوق بتاع اللي هو سي فود ماركت، بدأ تظهر حالات كتير جدا متعلقة بالكونسامشن بتاع السي فود اللي هو مشري من السي فود ماركت الموجود في ووهان. وبالتالي الحكومة الصينية بدأت تعمل ايه؟ بدأت تقفل السوق وتبدأ تعقم. ظهرت الحالات في الصين في تقريبا آخر شهر ديسمبر، وفي شهر 1 سنة 2020 اكتشفوا ان الفيروس ده فيروس جديد بيختلف عن السارس كورونا فيروس 1 وشرس اكتر عن السارس كورونا فيروس 1، تمام؟ طيب اعراضه ايه؟ أعراضه طبعا إن السارس ده إحنا قلنا من اسمه صادن أو سيفير أكيوت ريسبيراتوري سندروم، فجأة بعد 3-4 أيام البيشنت بنلاقي الرئة بتاعته بتكون تقريبا مدمرة، تمام؟ الرئة بتاعته بتكون بايظة خالص لدرجة إن كمية الأكسجين اللي بتبقى موجودة في البيشنت في الدم بتاع البيشنت بتقل عن 50%. ده إنديكيشن على
respiratory failure ولونج فيلير، يعني ما فيش في فشل في الرئه والمريض ده بيموت. طبعا في بعض الناس بيتحملوا المرض وفي بعض الناس التاني مش بيقدروا يتحملوا المرض وبيموت. الناس اللي اكبر من 60 سنه في او في الاول يعني كانوا بيقولوا ان هما مش بيقدروا يتحملوا المرض وبيحصل لهم ريسبيراتوري فيلير وبيموتوا على طول. وفي برضو بعض الناس منهم بعض الناس كبار السن عادي ممكن يتحملوا الفيروس. بيجي لبعض الناس وما يحسوش بيه، اعراض خفيفه خالص، كحه، شويه كحه، شويه تكسير في الجسم، اسبوع ولا حاجه وبيعدي وخلص الموضوع ولا اكن حصل حاجه. الناس اللي بيكون عندها الاميونيتي بتاعتها قليله او اميونو كومبرومايزد بيشنتس اللي هم عندهم دايابيتس، هايبرتنشن، عندهم اي ريسك فاكتور، اوبيز، الحاجات دي بيكون طبعا اكتر معرضين للاصابه بالكورونا فيروس. ولو حد طبعا عنده ايه نمونيا او كرونيك نمونيا. طبعا في الاول قالوا ان العائل الوسيط بتاع الكورونا فيروس ده هو الباتس، تمام، ويتنقل من الخفافيش للانسان وبعد كده بدا ينتشر من انسان لانسان. عايز اوضح لكم حاجه بس، ان الفيروسات اللي موجوده في الانيمالز في بارير ان هي تروح للانسان، او اللي موجوده في مثلا لو انتم فاكرين السواين فلو او الايفيان فلو. الايفيان فلو بتتنقل من تشيكن، من فراخ لفراخ، لكن مش بتتنقل من فراخ للانسان. ودي ده بارير، ده عشان الفيروس يعني يقدر يعمل انفكشن للانسان يبقى فيه حصل طبعا هيبدا يحصل ايبيديميك ويحصل بانديم، تمام. في دايما بارير بين الانيمال والهيومن، البارير ده لازم يكون موجود عشان اي ديزيز موجود في الانيمال ما يتنقلش للهيومن. لو البارير ده مش موجود او الحاجز ده مش موجود هيبدا يحصل ان الفيروس يتنقل من البولتري او من التشيكن او من البات للهيومن، وبالتالي بعد كده يبدا يتنقل من هيومن لهيومن. برضو ان الفيروس يتنقل من هيومن لهيومن دي برضو صعبه، بارير تاني، حاجز تاني، محتاج برضو لو البارير ده اتشال يبدا الموضوع يبقى اصعب، بيؤدي بقى بدل ما هو يبقى ايبيديميك او منتشر في منطقه معينه يبقى بانديميك وينتشر في العالم كله. طبعا دلوقتي بقى بيتنقل من بيرسون لبيرسون الترانسميشن طبعا بالريسبيراتوري دروبلتس. وكمان بيقولوا ان ممكن جزيئات الهواء يكون فيها بعض الريسبيراتوري دروبلتس دي اللي تفضل متعلقه لمده تقريبا 3 ساعات وممكن تعمل انفكشن لاي حد يشم الدروبلتس دي بعد البيشن. لو حد عطس او عمل سنيزنج او كده ممكن برضو يتنقل له الفيروس. طبعا كل ده شوية بقى بيتكلم عن الأعراض بتاعة الكورونا فيروس ديزيز، الكاف والشورتنس والبريس والحاجات دي كلها. في بقى نوع تاني من الفيروسات اسمه الميرس، ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم. ميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم، الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم ده ظهر فين؟ ظهر في السعودية سنة 2011 لو انتوا فاكرين. وده كان العائل الوسيط بتاعه الخفافيش اللي موجودة في الكهوف اللي موجودة في السعودية، وعملت انفكشن للكامل. طبعا انتوا عارفين الجمال في السعودية الناس بتحب تاكل لحمة الجمال فبدأ يتنقل للإنسان. الميرس بقى ده، الميرس ده اصعب بكتير من السارس كورونا فيروس 1 سارس كورونا فيروس 2، لان تقريبا نسبه الوفيات بتاعته بتكون عاليه جدا. عمل انفكشن تقريبا ل 2500 واحد، موت منهم حوالي 800 واحد، تقريبا حوالي من 30 ل 40% نسبه المورتاليتي ريت، يعني نسبه الوفيات. فالميرس مهم جدا برضه، الميرس مهم. ممكن برضه اجيب لكم سؤال عليه في الام سي كيو ان الميرس هو الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم،
العائل الوسيط بتاعه هو الكاميلز، وكان موجود أول ما ظهر ظهر في المملكة العربية السعودية سنة 2011. مميت جدا الفيروس ده، وبرضو من عائلة الكورونا، بينتمي لعائلة الكورونا. طيب ازاي بقى احمي نفسي من الكورونا فيروس؟ اول حاجة لازم البس الماسك، تمام. تاني حاجة احنا قلنا ان ده انفلوب فيروس. لما اجي الانفلوب فيروس، الانفلوب ده عبارة عن بلازما ممبرين بيتكون من فوسفوليبيد، ليبيد يعني، ممكن ادوبها بان انا اعمل بستخدم لو انا غسلت ايدي بالكحول، او لو انا استخدمت الصابون او غسلت ايدي باللي هو الصابون، السيرفاكتانت ده هيدوب الانفلوب، وبالتالي يخلي الكورونا فيروس نوت افكت. طبعا همنع ان انا المس وشي او مناخيري او عيني وانا بره خالص، او اي جزء من اجزاء وشي، تمام. هلبس ماسك طبعا عشان امنع طبعا لو ايه، لو في اي ريسبيراتور دروبلتس او اي حاجه. وكمان لازم نعمل ايه، لما اجي امسك الكمامه، امسك الكمامه من حته اللي هي جنب وداني دي، او من الاستك اللي جنب وداني، عشان المفروض ان انا ما اعملش تاتش لاي حته من الكمامه اللي بره، لان هي بتنقل الهواء. لما بتنقل الهواء انت بتاخد الهواء النظيف، ولو في فيروس بيفضل اتاتشد على السيرفس اللي بره، المفروض ما تلمسي الكمامه. وطبعا لازم اخد الفاكسين. الفاكسين مهم جدا برضو، وهنتكلم عليه، هنسرد له 5 6 سلايدات عن الفاكسين، اللي هو حاجة مهمة جدا لازم يكون كل صيدلي عارفها. طيب دلوقتي لو في حد جاله كورونا فيروس والسيمتومز بتاعته عادية، سيمتومز عادية يعني الأعراض اللي هو إن عند الراجل عادية، إيه اللي المفروض يعمله؟ هيقعد في البيت طول فترة ما في، طول ما هو عنده سيمتومز يقفل على نفسه البيت، أي أوضة معينة وما يدخلش فيها أي حد خالص، لا والدته ولا باباه ولا أي حد، يا دوب يديله الأكل والشرب كده من بره عشان ما يحصلهمش انفكشن طبعا. ولازم البيت كله يبقى لابس كمامات طبعا، ده الأفضل عشان لو حد اتعزل في المستشفى مش بيكون كويس، المستشفى بتبقى مليانة استرينز تانية كمان، مش الاسترين اللي هو عند الشخص ده بس، ده استرين تانية ممكن يحصل له انفكشن بيها تاني. طب لو حد عرضه صعبة، ده بقى اللي ايه، لازم يتنقل على جهاز فنتليشن او فنتليتور، وياخد اكسجين سواء على ماسك او بالفنتليتور. في احيانا الاكسجين كمان اللي من الفنتليتور بيكون مش كافي، بيعملوا له حاجة اسمها اندو تراكيال سيرجري يعني، او بيعملوا تيوب يعني، بيدخلوا تيوب من الاندو تراكية عشان او فارينجال تيوب عشان تعمل ايه، يدخلوا اكسجين اكتر يعني. ده طبعا اللي هو السارس، السيفير اكيوت ريسبيراتوري سندروم اللي احنا قلنا عليه في سنة 2002 او 2003، ظهر برضو في الصين، في الصين تشاينا، في محافظة اسمها جواندونغ، وسموه سارس كورونا فيروس 2. عمل انفكشن ل 8500 واحد تقريبا، موت منهم 916 واحد، وده سموه ايبيديميك عشان ما انتشرش في العالم كله، كان موجود بس في الصين بس. النوع الثاني من الكورونا فيروس ظهر سنة 2011 في السعودية، تمام، واسمه سموه ميدل ايست ريسبيراتوري سندروم كورونا فيروس او ميرز كورونا فيروس. ده سنه 2012 او 2011، اخر 2011 2012، وعمل انفكشن تقريبا ل 1400 واحد، موت منهم 543. المورتاليتي ريت بتاعته كانت 39%، عاليه جدا، مورتاليتي ريت عاليه جدا. ميرز ده صعب جدا في التريتمنت بتاعه. طيب المرض ده كاركترايزد بايه؟ فيفر 38 درجة او اعلى، هيديك، جنرال ميليس او اكس. طبعا السيمتومز دي بتختلف من واحد لتاني، اللي احنا شفناه في الكورونا فيروس ان في بعض الناس كبار السن او الناس اللي عندها الاميونيتي قليلة قوي ممكن ما يظهرش عليهم اصلا فيفر، ما
ممكن ما يظهرش عليهم فيبر، تمام؟ تلاقي الرئة بتاعته يعني بايظة خالص ومفيش عليه أي أعراض خالص ولا كحة حتى، لأن الكحة أو الكافينج والفيفر ده عبارة عن ريسبونس من الإيميون سيستم، والبيشنت ده إيميونو كومبرومايزد، الإيميون سيستم بتاعه ضعيف جدا لدرجة إن هو مش عارف يسخن الجسم أو يعمل الفيفر. الفيفر تاني، الفيفر و الفيفر والكافينج او الفوميتينج، الدوريه ده عباره عن ريفلكس من الاميون سيستم، ريفلكس من الاميون سيستم مش بيكون موجود في البيشنت اللي عندها اللي هي بتكون اميونو كومبرومايز. فتلاقي الرئه بتاعت البيشنت ده بايظه خالص بدون ما تظهر عليه اي اعراض حتى لو كبير سن. في الاخر البيشنت اللي بيعمل ديفلوبينج بيعمل ديفلوبنج لدراي، دراي كاف نون برودكتيف، يعني دراي ونون برودكتيف هما بنفس المعنى، واللي بيحصل له ديسبينيا يعني ديفيكالتي في البريثنج يعني مش قادر ياخد نفسه خالص، في الاخر بيحصل ريسبيراتوري ديستريس وبيؤدي الى موت. طبعا ده مش في كل الحالات، ده في نسبة من 3 ل 30% من الكيسز. طيب ازاي اعمل دايجنوزس بقى للكورونا فيروس سارس الميرس او الكورونا فيروس اللي هو سارس كوف 1 بالريال تايم بي سي ار؟ الريال تايم بي سي ار ده هو الجولد ستاندرد، بس السنسيتيفيتي بتاعته بتكون نوت ساتسفاكتوري، يعني مش كفايه، تقريبا السنسيتيفيتي بتكون 60%. يعني كل 100 واحد يعملوا الريال تايم بي سي ار ده عشان يعمل ديتكشن للكورونا فيروس، من ضمنهم 60 واحد يبقى بوزيتيف و 40 واحد نيجاتيف، بس ستيل هو الجولد ستاندرد. الكورونا فيروس الايام دي او وزاره الصحه المصريه قالت ان عشان تقول ان البيشنت ده عنده كورونا فيروس او لا بتاخد الكلينيكال بيكتشر. يعني ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يعني بتشوف الرئه بتاعته، تمام، التراسونوجرافي للرئه بتاعته، بتشوف الرئه تمام شكلها عامل ازاي. معظم الناس لو اي حد عنده فيفر كافينج عنده ماسل ايك يعني جسمه مكسر، اي اعراض انفلونزا بتشك على طول ان البيشنت ده عنده كورونا فيروس. اي حد يقابلك عنده الاعراض دي هو عنده كورونا فيروس لحد ما يثبت العكس. ودايما حاول تاخد بالك من نفسك، لان الكورونا فيروس انت احنا مش عارفين لحد دلوقتي ليه هو بيأثر على الناس بشكل معين والناس التانية بشكل معين تاني. يعني ليه يعمل سارس هنا وليه ما يعملش سارس هنا؟ فلسه مش عارفين، عشان الاميونيتي ليفل. ناس تقول ده بيعمل سايتوكاين ستورم، سايتوكاين ستورم بتؤدي الى افراز انترليوكنز، الانترليوكنز اكيد انتوا عارفينها، اخدتوها في المناعه، تروح تعمل سيركولات تعمل كولابس للريسبيراتوري تراك، وتعمل كمان حاجه اسمها تعمل طبعا بليتلت اجريجيشن، تعمل تجلطات في الجسم او ثرومبوزس في جميع انحاء الجسم. فالمهم ان انت تاخد بالك من نفسك، عشان المرض ده لو جال واحد في اسره بيتنقل لكل الناس. الدايجنوزس ممكن اجيبها لك بالريال تايم بي سي ار طبعا وبالكلينيكال بيكتشر، لازم تشوف الكلينيكال بيكتشر. طبعا الناس اللي عندها اللي سسبكتد ان هي يكون عندها سارس كورونا فيروس 2 او 1 او ميرز لازم تبقى ايزوليتد وكارونتين. ده شكل الرئه بيحصل فيها كونسوليديشن، بتلاقي فيها بقع كده بيضة في الصورة دي، هتلاقي فيه بقع بيضة كده، شوف هنا بقع بيضة، البقع البيضة دي انديكيشن ان في سيفير دامج، تمام، سيفير دامج حاصل في الرئة. ممكن كمان الرئة دي كلها او الناحية اللوب اليمين او الشمال ممكن يحصل فيه كومبليت دامج، وبالتالي الدامج ده بيكون ريلاتيفلي irreversible، يعني مش بيرجع يتصلح تاني، وبيؤدي الى ديث في الاخر، موت يعني في الاخر. يبقى الدايجنوزس بالكلينيكال بيكتشر وبالريال تايم بي سي ار لو عايز تتاكد اكتر. يعني اي حد عنده الاعراض الخفيفه بتاعت الكومون كول فهو عنده كورونا فيروس الا ان يثبت العكس.
التريتمنت لحد دلوقتي مش عارفين يلاقوا تريتمنت كويس لعلاج السارس كورونا فيروس 2 او 1 او الميرس، مفيش تريتمنت. بس اهم حاجه الناس تعملها هي الفاكسينيشن، والسلايدات اللي جايه دي بقى لازم يجي في الامتحان على الاقل 10 ام سي كيو مثلا، او لو انا هجيب شورت نوتس ممكن اجيب واحده منهم. تمام، لازم يجي على التايب اوف فاكسين. انواع الفاكسينات اللي موجوده عشان تتاخد للبروفلاكسس من الكورونا فيروس، الانواع الفاكسينات دي عباره عن ايه؟ ثلاث انواع. النوع الاول بيقولوا عليه ام ار ان اي فاكسين، يعني ميسنجر ار ان اي فاكسين، وهشرح لكم يعني ايه. النوع الثاني بيقولوا عليه بروتين فاكسين. النوع الثالث عباره عن فيكتور دي فاكسين. الام ار ان اي فاكسين عباره عن ايه؟ عباره عن انا واخد الميسنجر ار ان اي. الميسنجر ار ان اي ده هو اللي مخصص لانتاج السبايك بروتين. تمام، السبايك بروتين اللي هو البروتين الشوكي اللي انا قلت لكم اللي هو شبه التاج. تمام، اخد الجين اللي مسؤول عن انتاج السبايك بروتين واعمل سينسز لميسنجر ار ان اي منه، عشان الميسنجر ار ان اي ده يطلع بروتين في الاخر. البروتين الشوكي اللي هيطلع من جوه الخلايا ده هيبقى بريزنتد على السيل بالميجر هيستو كومباتيبلتي طبعا، وبعدين الميجر هيستو كومباتيبلتي بتعمل له اكسبوزنج للاميونيتي، فتيجي البي لنفوسايت والتي لنفوسايت تتعرف عليه على سطح الخلايا بتاعت الانسان، وبالتالي يظهر له مناعه. لو حصل ري انفكشن بقى بالكورونا فيروس او الكوفيد 19، يبقى جهاز المناعه عنده الميموري سيل او خلايا الذاكره اللي ممكن تتعرف على السبايك بروتين، البروتين الشوكي. اول ما يدخل هوب طلع الانتي بوديز او نطلع السيلز اللي هي التي لنفوسايت التي سايتوتكسد، تروح تجري على الكورونا فيروس وتعمل له انكتيفيشن، وبالتالي تدي مناعه اجينست كوفيد 19 او سارس كورونا فيروس 1 او 2. النوع الثاني عباره عن بروتين بيزد فاكسين. البروتين ده عباره عن ايه؟ جايب انا الفاكسين او جايب الكورونا فيروس نفسه، الفيروس نفسه، وحاطط عليه ماده كيميائيه وليكن مثلا اسمها بيتا بروبيون لاكتون. الماده دي هتعمل ايه؟ بتكسر او بتعمل ان اكتيفيشن للفاكسين. تمام، ان اكتيفيشن للكورونا فيروس، او تكسره خالص تعمل له كومبليت ديتيريوريشن، بس بيكون فيه البروتينات اللي هو السبايك بروتين موجوده، وبالتالي لو انا عملت انجكشن في البيشنت يبقى هو البروتين ده موجود، يطلع برضو جهاز المناعه تروح على البروتين اللي انا عامل له انجكشن ده بتاع الكورونا فيروس، بروتين بس مش الكورونا فيروس نفسه، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ مناعه اميون ريسبونس في ميموري سيلز، حصل انفكشن تاني يدي ايه؟ يمنع الانفكشن اجينست كورونا فيروس. النوع الثالث والاخير فيكتور دي فاكسين. فيكتور دي فاكسين ده معظم الشركات استخدمت حاجه اسمها كورونا، اسمه ادينو فيروس فيكتور دي فاكسين. ادينو فيروس فاكسين عباره عن ايه؟ الادينو فيروس هو عباره عن فيروس كده صغير بحط فيه الجين بتاع انتاج السبايك بروتين. ادينو فيروس ده مش هيعمل لك اي انفكشن خالص، ده هو ده انا خليت الجينوم بتاعه او اديني الجينوم بتاعه صغير جدا. تمام، وفي نفس الوقت حطيت جواه البروتين المسؤول عن انتاج السبايك بروتين. تمام، يدخل جوه الخلايا ويبدا يحصل ايه؟ اكسبريشن للجين ده ويطلع السبايك بروتين على سطح الخلايا، وهكذا تتعرف عليه الاميون سيلز او الاميون سيستم ويعمل الميموري سيلز، والميموري سيلز طبعا بتحمي اجينس كوفيد 19. طيب اول نوع الام ار ان اي فاكسين، في شركتين عملوا الام ار ان اي فاكسين. الشركه الاولانيه شركه فايزر بالتعاون مع شركه اسمها بايونتك، اسمها دي مهمه، فايزر بايونتك فاكسين. تمام، الفاكسين ده ام ار ان اي فاكسين. الشركه الثانيه شركه موديرنا، تمام، برضو ام ار ان اي فاكسين. تمام، هاجي اقول لك مثلا في الام سي كيو توك البايونتك اند فايزر فاكسين اند موديرنا فاكسين ار
ام ار ان اي فاكسين، بروتين بيزد فاكسين، او فيكتور دي فاكسين. يبقى لازم تختار لي ام ار ان اي فاكسين. لو اجيب لك مثلا بايونتيك فايزر برودوس ا فيري امبورتنت ام ار ان اي فاكسين ترو اور فورس، هتقول لي ترو طبعا. طيب ده عباره عن ايه بقى؟ الفايزر، فايزر عملت ايه؟ جابت الام ار ان اي اللي هو الجين المسؤول عن انتاج السبايك بروتين، وحطته جوه لايبوزوم او ليبيد نانو بارتكل. ليبيد نانو بارتكل ده ليبيد نانو بارتكل، وجواه الايه؟ الام ار ان اي. ايه اللي يحصل؟ دي الهيومن سيل. الهيومن سيل هتعمل ايه؟ هتاخد الليبيد ده وتدخله جوه، يطلع منه المسنجر ار ان اي اكسبريشن، يحصل له اكسبريشن عشان يطلع البروتين الشوكي السبايك بروتين على سطح الخليه، وبالتالي يبدا يظهر الاميون ريسبونس. الافيكاسي بتاعه الفاكسين ده عاليه جدا، تقريبا 95%، عاليه جدا. بيتاخد ازاي؟ بيتاخد عن طريق 2 دوزز، 3 اسابيع فرق بينهم، 21 days apart، 0.3 ml، 0.3 ml. المشكله في الام ار ان اي فاكسين، اللي ان الام ار ان اي ده فيري فراجايل، يعني ضعيف جدا، لازم يتحفظ في درجه حراره من ماينس 70 لماينس 80، ماينس 70 لماينس 80 عشان يفضل افكت. وطبعا عشان يتحفظ في درجه الحراره العاليه دي، فهو محتاج سبيشال ايكويبمنت، ريفريجريتور بدرجه حرارته سالب 80، فبالتالي الكوست بتاعته عاليه شويه، يعني الكوست هنا عاليه شويه. تمام، ال اس وعليها شرطه دي معناها يونايتد ستيتس دولار. تمام، الدولار الامريكي. اصفر يعني الكوست بتاعته كويسه، يعني معقوله، مش عاليه قوي ومش تحت قوي. نيجي على النوع الثاني، مودرنا. شركه مودرنا عملت فاكسين. تمام، طبعا الحاجه اللي هنا ده اسم الفاكسين، هنا بايونتك فايزر ده الشركه اللي بتنتج، اسم الفاكسين بي ان تي 162 بي 2. هنا المودرنا، شركة مودرنا عملت mRNA-1273، ده اسم الفاكسين. برضو mRNA فاكسين نفس البتاع، وبرضو متحوط بليبيد نانو بارتكل. تمام، وبيحصل ايه؟ برضو بيدخل الاكسبريشن للmRNA، طلع السبايك بروتين ويدي اميون ريسبونس. الافيكاسي بتاعته عالية جدا برضو، 100%. تمام، الدوز بتتاخد عبارة عن من نص ملي على 2 دوز، 28 days apart from each other، يعني 28 يوم تقريبا شهر فرق بينهم. برضو نفس الفكرة، محتاج برضو ان هو يتحفظ في درجة حرارة تحت جدا، سالب 20 تحت الصفر، واحيانا بيوصل لسالب 80 تحت الصفر. وشركة موديرنا عاملة، وده طبعا دبليو الفاكسين ده ابروفد بي دبليو اتش او، World Health Organization، منظمة الصحة العالمية، والكوست بتاعت الفاكسين ده عالية جدا. تمام، يبقى ده أول نوع من الفاكسينات، mRNA فاكسين بايونتيك وفايزر والمودرنا. الاتنين الشركتين دولت عملوا ايه؟ عملوا mRNA based فاكسين، ودي أول مرة في التاريخ يتعمل فاكسين بيعتمد على mRNA. واضح ان الافيكاسي بتاعته عالية جدا، ومهم جدا في أخذ الفاكسين. حاجة مهمة جدا عايز انوه لها، ان الفاكسين اللي انت هتاخده هو مهم جدا عشان يديك بروتكشن اجينست كورونا فيروس، والبنفيتس بتاعته مهما كانت اعلى من ان انت تاخد انفكشن بكورونا فيروس. يعني اي فاكسينيشن مهم جدا، اي فاكسينيشن مهم جدا، ان انت تاخد الفاكسين احسن من ان انت ما تاخدش الفاكسين. النوع التالي من الفاكسينات اسمه فيكتور دي فاكسين. الفيكتور دي فاكسين ديت بتكون فيها ايه؟ دي عبارة عن موديفايد فيرجن من ديفرنت فيروس، والفيروس ده مستحيل طبعا يكون بيعمل الكوفيد 19. الفيروس ده دايما بيكون ادينو فيروس، او بيقولوا عليه فيرال فيكتور. الفيرال فيكتور ده الشركات اللي استخدمت الادينو فيروس، حط جواه زي ما انا شرحت قبل كده الجين المسؤول عن انتاج السبايك بروتين، وبعد كده حصل له اكسبريشن وطلع على سطح الخلايا، وبالتالي التي لمفوسات والبي لمفوسات اللي هم مسؤولين عن الهيمورال اميونيتي والسيلولار اميونيتي طلعوا وعملوا ميموري سيل للسبايك بروتين، وبالتالي بدا يحصل ان يحصل ايه؟
نيوتراليزيشن للانتيجين ده او السبايك بروتين، وبالتالي مفيش انفكشن هتحصل لو حصل انفكشن بكوفيد 19 تاني. شركتين، تلات شركات عملوا الكورونا فيروس، عملوا الفيكتور فاكسين. اول شركه اسمها اوكسفورد او استرازينيكا، تمام، وده رخيص خالص عشان ده يعتبر تقليد هنا بالدولار. الجرين كولر ده انديكيشن للايه؟ ان هو رخيص يعني. الفيروس ده اسمه ايه؟ CHAD، طبعا ادينو فيروس، متاخد من الشمبانزي. اوكسفورد 1 استرازينيكا 1222 او كوفيشيلد يعني، ده اسم الفيروس، ده اسم الفاكسين اصلا. اسم الفاكسين عباره عن ايه؟ ادينو فيروس اهوت، انا مضاعفه او مؤثر، مخلي الجينوم بتاعه او الجينات اللي فيه ان افكتيف يعني ضعيفه خالص. حطيت فيه الكورونا، حطيت فيه الجين بتاع انتاج السبايك بروتين، برضو البروتين الشوكي، بعدين دخل الادينو فيروس ده، دخل جوه خليه الانسان، طلع الدي ان ايه، بدا يحصل اكسبريشن ويطلع السبايك بروتين عشان يدي الاميون ريسبونس. الفكاسي بتاعته كويسه معقوله 82%، بيتاخد على عن طريق ايه؟ 2 دوزز 3 اسابيع ابر 3 شهور فرق بينهم، يبقى ده 2 دوزز، واحدة اسمها الفيرست الشوت والتاني بوستر دوز، 3 شهور فرق بينه وبين بعض، وده بيتحفظ تقريبا عند درجة حرارة اللي في التلاجة يعني من 2 ل 8 درجة لمدة 6 شهور. النوع التاني من الفاكسين او من الشركات اللي انتجت نفس الفاكسين ده، شركة اسمها جونسون اند جونسون، اللي هي بتاعت شامبوهات بتاعت الاطفال، شركة امريكية، وده اسم الفاكسين. نفس الفكره بالظبط، الدي ان بيطلع من الكورونا فيروس بعد ما من الادينو فيروس بعد ما يعمل انفكشن لخليه الانسان، وبعدين يطلع السبايك بروتين يدي له اميون ريسبونس. الافكاسي بتاعته كويسه جدا تقريبا يعني 72%، والدوز بتاعته بتكون دوز واحده بس، بتحفظ برضو زي معظم العيله دي من الفاكسينات عند درجة حرارة التلاجة من 2 ل 8 درجة. الشركة الثالثة اللي عملت نفس النوع ده، الشركة اسمها او شركة اللي انتجت، شركة روسية انتجت سبوتنيك في. سبوتنيك في ده اسم الفاكسين، سبوتنيك في، تمام، شركة روسية. الفاكسين ده افوردبل، البرايس بتاعه افوردبل يعني كويس. طيب الفيرال فيكتور هو برضو نفس الفكره بالظبط، دبل ستراند دي ان ايه انكودنج فور ذا سبايك بروتين، بيكون جوه الادينو فيروس، يعمل انفكشن يطلع الدي ان ايه، وبعدين الدي ان ايه بيعمل يتحول لمسنجر ار ان ايه، وبعد كده يطلع السبايك بروتين، وبعدين السبايك بروتين يتعرف عليه الاميون سيستم، ويبدا يطلع له الخلايا اللي هتكسره او هتعمل له نيوتراليزيشن. الفكاسة بتاعته كويسة برضو 91%، بتاخد 2 دوزز 21 days apart، وبيتحفظ عند برضو درجة حرارة اللي هي التلاجة يعني، في التلاجة يعني. النوع الثالث بقى من الفاكسينات قلنا عليه برضو، اللي هو البروتين سب يونت فاكسين، ده عبارة عن ايه؟ هارملس بيسز او بروتين من الفيروس اللي بيعمل الكوفيد 19، تمام، بعمل له ان اكتيفيشن ببعض الكيميكالز. يعني ايه؟ بجيب الفاكسين نفسه، ده كلاسيكال شويه يعني، بجيب الفاكسين وبعد بجيب الفيروس نفسه، وبعدين بحط عليه ماده كيميائيه بيتا بروبيونولاكتون، تكسر الماده الكيميائيه دي، تكسر الفيروس، تمام، وتخليه ناكتف خالص، ويكون موجود فيه البروتينات اللي هي بروتين سب يونت فاكسين ده، وبعدين التيلومفوسايت، التيلومفوسايت والبيلومفوسايت بتبدا بقى تعمل ايه؟ تهاجم او التيلومفوسايت هي اللي بتهاجم الفاكسين ده، ويبدا يحصل مناعه منه. الشركات اللي عملت نوع ده من الفاكسين، شركه اسمها شركه سينوفاك عملت الفاكسين اسمه كورونا فاك،
وشركة تانية اسمها سينو فارم، شركة صينية برضو، ودي شركة صينية عملت الفاكسين اسمه بي بي اي بي بي داش كور في. تمام، يبقى شركة سينوفاك وسينوفارم عملت الاثنين فاكسينين، بروتين سب يونت فاكسين او inactivated فيروس فاكسين. الفاكسين هو بقوم حاطط عليه مادة كيميائية، تمام، تكسر البتاع ده. عبارة عن ايه؟ كيميكالي inactivated سارس كورونا فيروس 2، وهي كيميكال حطيت الكيميكال اسمه بيتا بروبيونولاكتون، وبالتالي الفيروس في الحالة دي كان نوت ريبليكيت لان كل البروتينات ريمين انتاكت، يعني الفيروس مش بيحصل له ريبليكيشن لانه inactivated، ضعيف جدا ما يقدرش يعمل اي ريبليكيشن ولا يعمل اي انفكشن للمريض. البروتينات ريمين انتاكت وبالتالي بيدي مناعه، لما حقنه جوه المريض يبدا جهاز الاميونيتي يشتغل وبالتالي يدي مناعه اجينست الكورونا فيروس. الافيكاسي بتاعته الى حد ما معقوله، تقريبا 50%. بيتاخد عباره عن 2 دوزس 14 اسبوعين فرق بينهم، درجة بيتحفظ في درجة حرارة الريفريجريتور أو التلاجة العادية، والتاني برضو نفس الفكرة بالظبط بالبيتا بروبيون ولاكتون، بس ده الإفيكاسي بتاعته أعلى شوية تقريبا 80%. يبقى أسماء الفاكسينات أو الشركات دي مهمة جدا، مهمة جدا، السينوفاك، سينوفارم، سبوتنيك في، أوكسفورد أسترازينيكا، جونسون أند جونسون. الشركات اللي انتجت الام ار ان اي فاكسين، الفايزر، الموديرنا، الحاجات دي مهمه جدا ولازم هجيب عليها اسئله في الامتحان. طيب نتكلم بقى على فيروس كمان اسمه الروتا فيروس، من اهم الفيروسات اللي بتعمل دايريال ديزيز في التشيلدرن، وبيسبب وفيات كتير جدا عشان بيعمل حاجه اسمها ديهايدريشن، يعني جفاف عند الاطفال دي. بيجي روتا فيروس بيعمل فوميتنج وبيعمل دايريا كمان، فبيؤدي الى حدوث، طبعا عشان بيعمل حاجه اسمها جاسترونترايتس، التهابات في الجاستريك وفي الانتست. الالتهابات دي بتؤدي الى حدوث فوميتنج دايما، الطفل لو اكل اي حاجه بيحصل له فوميتنج، وفي نفس الوقت بيحصل له دايريا. فالكترولايت ووتر لوس، الالكترولايت والووتر لوس ده يؤدي الى حدوث الديهايدريشن. عشان كده لو في طفل عنده الروتا فيروس، اهم حاجه تقولها لمامته او لباباه ان هو ياخد، يحصل ايه، يديله حاجه اسمها ORS Oral Rehydration Solution، اللي هو محلول معالجه الجفاف. او الافضل لو ما نفعش محلول معالجه الجفاف عشان الطفل ما يدخلش في جفاف، بنديله رينجر سوليوشن او جلوكوز او اي حاجه بالانترافينوس دريب سوليوشن، اللي هو نعلق له محلول يعني. فنتكلم بقى شويه عن الاستراكشر بتاعه. هو شبه ده شكله تحت الالكترون مايكروسكوب، تحس ان هو شبه الويل كده، العجل بتاع العربيه، عشان كده هم سموه روتا. روتا معناه باللاتيني ويل، تمام. هو نون انفلوبد ايكوزا هيدرال دبل ستراند دبل كابسيد، يعني في اتنين كابسيد، تمام، وشبه الويل زي ما قلنا. هو عباره عن دبل ستراندد ار ان اي، دبل ستراندد ار ان اي. الانفكشن بتاعته بتحصل عن طريق الفيكو اورال روت، يعني عن طريق الاكل والشرب. زي ما انا قلت لكم قبل كده في حاجه اسمها الفور اف ترانسميشن، اللي هي الفيكو اورال روت، اللي هي عباره عن ايه، الفيسز والفينجرز والفلايز والفود، الفور اف ترانسميشن، تمام. فبيعمل انفكشن ليه؟ بيعمل انفكشن للانتيروسايتس، اللي هي الخلايا المبطنه للميدل والابر اند اوف الانتستينال فيلا، تمام. يبقى بيعمل انفكشن في الانتستين، الخلايا المبطنه للانتستين، فبالتالي بيعمل فيها جاسترو انترايتس. الكلينيكال فيتشر، اهم حاجه ان انت تلاقي هاي جريد فيفر، يعني تلاقي الطفل درجه حرارته عاليه جدا وفي نفس الوقت عنده فوميتنج، في نفس الوقت عنده دايريا، ده على طول تتوقع ان هي تكون الروتا فيروس. زي ما قلنا في فوميتنج، نوزيا، وبعدين في دايريا. الدايريا دي بتكون عباره عن ووتر دايريا، ما فيهاش بلاد ولا ليكوسايت. المرض ده بيستمر تقريبا حوالي اسبوع تقريبا، يعني بعد 4 ايام تقريبا من الانفكشن الطفل بيكون كويس وبيبقى ريكفرد. يعني طبعا المرض ده مفيش اي تريتمنت له،
لعلاجه. كل اللي احنا بنعمله بنعمل سبورت في تريتمنت، واهم حاجه نمنع الديهايدريشن. اهم حاجه ان انا اعمل دي امنع الديهايدريشن. ممكن احيانا تحصل هيموريجيك جاسترونترايتس في النيونيتس او نيكروتايزنج انتيروكولايتس، التهابات في الانتستين وفي الاستومك. طيب ازاي بقى نعمل دايجنوزس للروتا فيروس؟ طبعا ممكن تعمل انتيجين ديتكشن في الاستول او بالاليزا، تمام، او بنستخدم حاجه اسمها مونوكلونال انتي بودي. التريتمنت زي ما احنا قلنا هو عباره عن سبورتيف تريتمنت، اهم حاجه ان انت تمنع الديهايدريشن، تعمل ريهايدريشن، تخلي الجسم فيه ميه كتير، وده بيكون يا اما بالاورال هايدريشن سوليوشن او بالانتروفينوس دريب سوليوشن باستخدام زي ما قلت اللي هو الرينجر سوليوشن او جلوكوز او محلول الملح. اوكي، ما فيش انتي فايرال ايجنت افكتيفلي تريتمنت. طب ازاي اعمله بريفنشن، امنع حدوث ازاي؟ طبعا اي حاجه لازم ازود الهايجين، اي حاجه لها علاقه بالاكل لازم تكون نظيفه ومغسوله كويس، وامنع الكونتامينيشن فيها. الفاكسين مهم جدا وهجيبه في الامتحان، هو تترا فيلنت فاكسين، تترا فيلنت لايف، تترا فيلنت ريزوس هيومن ريأسورتنت فاكسين. الفاكسين ده قالوا عليه تترا فيلنت ليه؟ عشان بيكون فيه أربعة ديفرنت سيروتايب زي ما هو مكتوب هنا. يبقى الفاكسين عشان الروتا فيروس هو اسمه روتا شيلد، روتا شيلد فاكسين، تترا فيلنت ريزوس هيومن ريأسورتمنت ريأسورتنت فاكسين، في أربعة سيروتايب. طيب ندخل بقى على مرض تاني اسمه اليلو فيفر فيروس. فيروس بيعمل حمى اسمها الحمى الصفراء، تمام. الفيروس ده زي ما انتم شايفين من نوع التوجا فيروسز، التوجا فيروس اللي منها الروبيلا لو انتم فاكرين، او الجيرمان ميسلس، هو برضو من عيلة التوجا فيروس. اليلو فيفر فيروس بيقولوا عليه اربو فيروس، يعني ارثروبود بورن، يعني ارثروبود بورن، بيتنقل بالموسكيتو، تمام، بيتنقل بالناموس، عشان كده بيقولوا عليه اربو فيروس او ارثروبود بور فيروسز. بيعمل مرض اسمه اليلو فيفر، وده نوع من انواع الهيموراجيك فيفر، وهقول لكم السيمتومز في السلايد اللي جاي. المرض ده بيبقى منتشر اكتر في افريقيا وساوث امريكا، تمام. الديزيز ده بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق البايت اوف فيميل ايدس ايجيبتاي موسكيتو، ناموس كده نوعه اسمه ايدس ايجيبتاي، هو اللي بينقل الفيروس ده. لو عمل بايت للهيومن او للمونكي بينقل له الفيروس ده. دي هجيبها في الام سي كيو برضه، مهمه جدا دي، تمام. ده تقريبا النوع الوحيد من الارثروبود بورن فيروسز، فلازم يجي عليه سؤال ولا اتنين في الامتحان. الناتشرال هوست بقى بتاع الفيروس ده هو المونكي والمان، وعشان كده في نوعين، في نوع اسمه الاربان سايكل والجانجل سايكل. الاربان سايكل ده اللي بيكون فيها بيحصل ترانسميشن من هيومن لهيومن، من مان لمان، عن طريق الموسكيتو ده. لكن الجانجل سايكل بيحصل ترانسميشن من المانكيز للمان عن طريق برضو نفس الموسكيتو ده. يبقى الاربان سايكل مان تو مان ترانسميشن ثرو ذا بايت اوف ذا فيميل ايدوس ايجيبتاي موسكيتو، جانجل سايكل فروم مانكي تو مان ثرو ذا بايت اوف ذا سيم موسكيتو. طيب الأعراض إيه بقى؟ الأعراض بتكون خطيرة جدا، severe systemic disease. بيعمل إيه؟ gastrointestinal hemorrhage، ممكن يعمل black vomit، يعني ممكن يعمل إيه؟ hemorrhage على طول الـ gastrointestinal tract، وبالتالي الراجل ممكن يرجع دم ويكون لونه أسود. severe kidney, liver and heart damage، يحصل damage كبير جدا للـ organs دي، ممكن يؤدي طبعا لـ liver degeneration، يؤدي إلى حدوث الجوندس اللي هي الصفراء، عشان كده بيقولوا عليه الحمى الصفراء. اللي يجيله يحصل complete liver degeneration فيؤدي الى حدوث الجوندس، والجوندس اللي هي الصفراء يعني. مميت جدا المرض ده، المرض ده مميت جدا. معلومة تانية مهمة في effective vaccine اسمه 17D، 17D ده فاكسين بيستخدم في علاج الفيروسات.
بيستخدم فيه كبروفلاكسز، اسف بروفلاكسز للوقايه من اليلو فيفر فيروس. يبقى انا ممكن اجيب لك برضو الحته دي في الامتحان، ممكن اجيب ماتشنج بين نوع الفيروسات، يعني سؤال في الامتحان وصل نوع الفيروس والفاكسين بتاعه، تمام؟ وصل بقى، اجيب لك هنا مثلا خمس ست فاكسينات على خمس ست اورجانيزم، وانت تعمل لي ماتشنج ان الفاكسين ده مع بيعالج او بيعمل بروفلاكسز للفيروس ده وهكذا، تمام؟ الحته دي ان شاء الله هجيبها برضو في الامتحان. طيب نتكلم بقى عن فيروس تاني اسمه الايبولا فيروس، اكيد سمعتوا عنه، بدأ يحصل ينتشر في افريقيا، بالذات في الكونغو والبلد اللي كانوا بيقولوا عليها زئير ايام زمان. والايبولا فيروس اتسمى بالاسم ده على اسم نهر موجود في الكونغو الديمقراطية، اسمه نهر الايبولا، عشان اول ما اكتشفوه كان يكتشفوه في المنطقة دي. الايبولا فيروس بيعمل مرض اسمه ايبولا فيروس ديزيز، زي كورونا فيروس ديزيز كده EVD، او بيعمل مرض اسمه ايبولا هيموريجيك فيفر، ده برضو نفس القصة، بيعمل هيموريجيك فيفر. الهيموريجيك فيفر دي بيكون الباترن بتاعها ازاي؟ الاعراض بتظهر على البيشنت تقريبا بعد يومين لثلاث اسابيع من الانفكشن، بيحصل ظهور لفيفر، حمى شديدة جدا، ثور ثروت وماسكولار بين وهيدك، فوميتنج وداريا، وبيبدا يحصل راش، والكيدني بقى والليفر بيحصل لهم الفانكشن بتاعتهم بتقل خالص، وبعدين بقى يبدا البيشنت يحصل له بليدنج انترنالي و اكسترنالي، يعني بيحصل ايه اللي هو اللي بيقولوا عليه النزيف الداخلي والنزيف الخارجي، تلاقي البيشنت عمال ينزل دم من جميع فتحات جسمه، وكمان انترنالي كمان، يعني جوه الابدومين يعني. فالمرض ده خطير جدا، والريسك بتاع الكيلينج او الكيلينج ديث او الريسك بتاع الديث بيوصل لنسبه تقريبا 90%، يعني كل 100 بيشنت انفكتد بالمرض ده ممكن 90% منهم يموتوا، تمام؟ البيشنت زي ما انا قلت هاف سيفير هيموريج and there is a lot of virus present، تمام؟ المفروض بقى اهم حاجة ان احنا نمنع انتشار العدوى بين الناس التانية، يعني اهم حاجة ان يكون في نيرس كويس، ممرضة كويسة تمنع الهيموريج او تعمل مانجمنت الهيموريج اللي بينزل من البيشنت ده عشان يمنع انتشار المرض. طبعا زي ما قلت الايبولا فيروس اتسمى بالايبولا فيروس ليه؟ عشان في نهر كده في Democratic Republic of the Congo infect the human and other primates and was first identified سنة 1976. الفيروس ده negative strand RNA virus، negative strand RNA virus بيعمل برضو مرض اسمه disseminated intravascular coagulation DIC، يعني يبدأ يحصل coagulation في الدم كله، تمام؟ في الانترافاسكولار يعني جوه الاوعيه الدمويه، وين بيكون منتشر في الجسم، فبيؤدي الى موت التشو. طبعا لما يحصل كواجوليشن يمنع وصول الدم للتشو، فبالتالي ما فيش اي نيوترنت ولا اكسجين لوصل التشو يعمل تشو اسكيم، يعني موت التشو، تمام؟ وفي النهايه بيعمل ديبليشن للكلوتينج فاكتورز اللي موجوده في الدم كلها، يعني ما بيبقاش في اي كلوتينج فاكتور في الدم، وبالتالي يؤدي الى حدوث الهيموريج، تمام؟ ممكن يعالجوه ببعض الانتي كواجولنت ايجنت، انتي كواجولنت اللي هي بتمنع الكواجوليشن، تمام؟ بس دي هذه الانتي كواجولنت لسه لم يثبت الكفاءه بتاعتها او الافشنسي بتاعتها في العلاج. طيب ندخل بقى على الريبس او مرض اسمه السعار، زي ما انتم عارفين يعني الريبس اللي هو السعار او اللي بيقولوا عليه مرض الكلى. المرض ده عباره عن ايه؟ المرض ده عباره عن طبعا فيروس، الفيروس ده بيبقى موجود في السلايفا بتاعه الانيمال، تمام؟ هو مجرد ما زي مثلا الدوج او الكلاب، اول ما الكلاب دي بتعض
البني آدم بيكون الفيروس موجود في السلايفا، فبالتالي بيدخل بقى عن طريق الانيمال بايت، وبعدين يبدأ يحصل يدي يعمل السيمتوم بتاعته. الريبس ده أهم حاجة في الفاكسينيشن. في نوعين من الفاكسينيشن، بري اكسبوجر فاكسين أو بوست اكسبوجر فاكسين، هما الاتنين نفس الحاجة. بس حتى بعد ما يحصل اكسبوجر، يعني بعد ما الحيوان يعض الإنسان والحيوان عنده ريبس، لازم يدي الفاكسين برضه لمدة أربع مرات. كان أيام زمان بيدوا 21 حقنة في الأبدومين، في السكين بتاع الأبدومين، لكن الأيام دي بقوا 4 حقن بس. تمام، اسمه بوست اكسبوجر فاكسين. بوست اكسبوجر فاكسين أهم حاجة في علاج الريبس هو البوست اكسبوجر فاكسين، مع حاجة كمان اسمها RIG. RIG دي اللي هي ريبس اميونو جلوبيول. ريبس اميونو جلوبيول، يبقى لو حد اتعض من حيوان، الأحسن إن هو يروح المستشفى ياخد الـ RIG اللي هو ريبز إميونو جلوبيولين مع الـ Post Exposure Vaccination أو الريبز فاكسين 4 حقن. طيب السيمتومز إيه بقى؟ السيمتومز هي عبارة عن، طبعا زي ما هو مكتوب هنا، الفاكسينيشن حتى بعد الاكسبوجر زي ما قلت is extremely effective at preventing the disease. اثناء الانكيوبيشن بيريود بيحصل ايه؟ مكان العضه بيبقى فيه بينفول، بيكون بينفول وفي اتشنج، وممكن يعمل فيفر طبعا، هيديك، جاسترونتستينال بروبلم. الفيروس بيدخل عن طريق النيرف، الاعصاب الطرفيه، يحصل له ريبليكيشن جوه المسل، وبعدين يعدي بقى من النيرفس سيستم، من البريفرال نيرفس سيستم او البريفرال نيرفس دي، يقوم معدي على السنترال نيرفس سيستم، ويعمل انفكشن بقى للسباينال كورد، البرين ستيم، ويعمل انفكشن للعين، الكيدني، الليفر، اي حاجه تانية. اهم حاجه الفاكسينيشن زي ما انا قلت اهوت، الفاكسين اللي اسمه الريبز فاكسين هو كيميكالي ان اكتيفيتد فاكسين، بوست اكسبوجر او بري اكسبوجر، يعني حتى بعد العضه لازم برضو ادي الفاكسين ده 4 حقن 4 شوت، وكمان معاه الار اي جي. ار اي جي انا مش كاتبها هنا اهو، الار اي جي الريبز اميونو جلوبيولين، بس انا هجيبها في الامتحان. ار اي جي ريبز اميونو جلوبيولين. طيب ده بقى بيقول لك ان هنا الدوج هنا بيعمل ايه؟ بيعمل بايت للمصل اللي موجوده هنا، المصل دي بيحصل فيها الريبليكيشن بتاع الفيروس، وبعدين الفيروس يحصل له ريبليكيشن، يعدي في البريفرال نيرفس، وبعد البريفرال نيرفس يبدا ينتشر في السنترال نيرفس تيشو، وبعدين يعمل انفكشن للبرين، وانفكشن لكل حته داخل فيها الاعصاب. تمام كده، يبقى المحاضره خلصت، ونلقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في سلامة الله وأمنه.